السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله نلقاكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. واليوم نهار جديد وفيديو جديد، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفلوغ. واليوم راه خارجة معايا بنتي وصاحبتي، واليوم بغيت نخرجكم معايا، وتابعوا ان شاء الله الفيديو من الاول تالاخر، وخليكم معايا البنيات ديالي وتابعوا الفيديو ان شاء الله. نديرو شي طاورة من شي بلاصة تكون شارع زوين و خريجة خفيفة حمادية، شي نتغدا و شي حوايج ياك الحاج عمير. أييه غادي نساري معايا البنيات ديالي و المشاهدين. دابا البنيات ديالي، دابا حنا جينا للمحل ديال الصنادل، سبرديلات، صيكان، اللي بغيتي كاين أي حاجة بغيتوها كاينة في هاد المحل، راه زوين، شي حاجة رائعة. وما نقولش لكم البنيات ديال اليوم، غناخد من عندو سبرديلات والصيكان ان شاء الله، راه عجبونا عندو، جينا درنا دورة عندو وعجبونا، ما كناش ناويين غناخدو وعجبنا داك الشيء اللي عجبنا، شي حاجة واعرة. الصيكات كيدايرين شي حاجة رائعة، تعويش بيها راسك ونتمنى ان شاء الله نكونوا خفاف على القلوب ديالكم، ونتمنى يعجبكم هذا الفلوغ ان شاء الله. الا عجبكم خلوها ليا في التعاليق، وديما البنيات ديالي الا خرجت نخرجكم معايا ونساريكم. وتبارك الله عليكم البنيات ديالي، الله يحفظكم ليا الوليدات والبنيات، راه كيدخلوا عندي. دابا ملي خدينا السبرديلات وشي حوايج خديناهم من هذاك المحل، راه وريتكم البنيات ديالي، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا المحل، راه فيه شي حاجه واعره ديال المحجبات وشي حاجه اللي واعره. راه هذا المحل في الجوطيه درب دوشمان، راه معروف، وراه شي حاجه رائعه. ما نقولش لكم البنيات ديالي، راه اللي بغيتوها فيه، اي حاجه اللي بغيتوها كاينه في هذا المحل، راه معروف، راه صاحب ولدي مجيد معروف، راه بحال ولدي تا هو، والله يحفظه والله يخليه لينا، راه كيصايب معانا في الثمن ويصايب مع الناس. دابا ملي تقديت، دابا انا جيت للمحل ديال البخور والتسابح والصلايات، كانطورات، داك الشيء ديال صالة، كل شيء كاين، البخور شي حاجه اللي واعره، وانا عزيز عليا البخور، نحماق على البخور، هنا ضروري نطلقو في الصباح. وعندو داك الشيء واعر، شي بخور ما نقولش ليكم. هاد المحل العود، انا العود عزيز عليا، راه كنحماق عليه في الدار، كنطلقو كيجي بغيت ناخد كاس ديال الطين. هادو كاكي هادو، باش ناخد سميتو، بغيت ناخد كاس هادو. هذا اللي بحال زلافه، واخا نصور ماشي مشكل، خذوا انا واحد، راه كيعجبني الطين، ضروري ناخذ الطين، عندي حوايج شي طبيعي، شي زوين، شي ديال الطين. غنشارككم معايا البنيات ديالي، تشوفوا كل شيء، الا بغيتوا الطين وداك الشيء، هذاك الشيء ديال اسفي كيجيبوه. تما تريد نسير طنجيه المراكشيه، طبوقة ديال الخبز، شي تقليدي زوين، تبارك الله، عندهم هادشي فن، الرابوز المغربي،
ضربة حشمانة مسكينة من الكاميرا. أنا ما حشماناش من الوليدات ديالي وبنياتي. باقا ما تقدرش بعفوية. حنا كنا عفتيين. خرج معايا بنياتي. إيوا مرحبا بكم عاد ديال البنيات ديالي، مرحبا بكم. كرجعتي شوية ترجعي باش توقفي هاد البنكة اللي هنايا نمشي ناخد نجري. مايمكنش نرجع. مايمكنش نرجع. صافي أنا غنهبط أنا ونتوما. تمشي معايا ما شارع محمد الخامس. دابا في الدخلة ديال شارع محمد الخامس. محمدية راه زوينة وسياحية كيجيو ليها الناس، راه فيها الهدوء ما زوينه رائعه. خليكم معايا البنيات ديالي. الغيستون ليتر ماما محمديه تري بون غيستو. انا طافيه وسيري كنصور. كما كتشوفوا حنا دابا جينا لواحد الكافيه ريستون سميتها ليتل ماما مع بيج مادر. هاكي بالصحة والراحة. جديده بيتزا راه عندي واحد صاحبتي هي اللي مخرجاني هاد السيمانه معانا. مرحبا بكم، فين ما خرجنا راه غنخرجوكم معانا ان شاء الله. دابا حنا جينا للبارك المحمديه الكنيسة ياك الحاجة. دابا حنا جينا للبارك، حنا فين ما مشينا غادي نخرجوكم معانا البنيات ديالي وليداتي وبنياتي. الله يحفظكم ليا على الكومونتير الزوين.